بعد أن طار في سماء بيروت جو رعد يطلق أنا بشهد لك. كنا عم نحكي عن الأغنية الجديدة أنا بشهد لك، بدي أعرف منك مين الموزع والملحن والكاتب؟ طبعاً حصة الأسد مثل ما بيقولوا لوسام غزاوي بالألبوم، تقريباً هو أكثر الأغاني، شي 12 أغنية أو 13 أغنية عم بيوزعون. في أغنيتين وزعوا مدحت خميس، نحن الأغنية نزلناها هلأ إن شاء الله، غنيتها بأسواق بيروت، أطلقتها بأسواق بيروت، وإن شاء الله أطلقتها بالهوى. أطلقتها بالهوى. بتحرص دائماً أنك تكون باستعراض راقص، يعني فينا نقول أنك فن استعراضي كمان بتقدم، مش بس بتغني. شوفي حقلك شغلي، في مفهوم للفن الاستعراضي بالعالم العربي هو شوي غلط، أنه برأيهم. أنا ما قلت غلط. لا مش غلط، لا حقلك كيف بيفهموا، أنه هنن برأيهم أنه اللي بيعمل استعراض أنه هو ما بيغني كتير منيح أو بيكون صوتي، فمن هيك هو بيعتمد على الاستعراض كرمال يغطي على المغنى. في منهم هيك بيعتمدوا، انا بقول لا غلط هيدا الشيء، اللي بيعتمد على الاستعراض هيدا بده قوي وبده يبين. نحن بعصر الصوت والصوره اوكي كمان. لا بس حقلك يعني لازم نشوف شيء حلو. اي اكيد، لا لقلك مزبوط تشوفي شيء حلو، وهيدا بده جهد اكثر من المطرب اللي بيكون واقف. انا اليوم لما اكون واقف عم غني بقدر بعطيك النوت بطريقه اوضح واحسن واسهل، بينما ما انا بدي ارقص بتغني وأعمل. لايف ما بغني الا لايف. نار اللي عم تحرق ايدي، الجو اللي تشوفه بعيني، حتى لمسات الحنين هون صعب على الموزع ينتقل من فنان صف أول مثل رغب علامة لفنان بعده طالع جديد بعد ما عرفنا بأي خانة بدنا نصنفه، وهيدي الحالة شفناك أنك أنت ما ترددت ودغري فتت، ويمكن مغامرة لك أنك تفوت مع جو دغري، كيف حتى غمرت؟ جو بيساعدك بشغلة فنان تاني ما بيساعدك فيها، مآمن بجملة بتقول go big or go home، يعني هو بده يروح كبير دائما بكل شيء، ما بده يروح على بيته. وقت بنسمع احنا موسيقى منا كلاسيك ميوزك، منا حدا، منا موسيقى عاديه بيروح عليها. نحن اصلا كموزعين وكأي حدا بيشتغل بحق الموسيقى بحاجه دائما انه يكون عم يبلص شيء جديد. مع جو اكزاكتلي مع جو ببين جديد. من برمانة دارين شاهين قناة الجزائر.